مبارك العيد عيد الفطر المبارك، عيدنا عيد سعيد، عيد مبروك، فيه البركة وفيه الخير وفيه الهنا، ورب العالمين يحفظ لنا بلادنا ويستر لنا أولادنا، ورب العالمين يحفظ لنا البلاد والعباد في كل مكان، ورب العالمين ينصرنا فلسطين، ورب العالمين ينصر بلادنا ويسترنا إن شاء الله بعد علينا هذا العادة إن شاء الله، ورب العالمين يرفع علينا هذا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونطلب رب العالمين هذا العيد عيد علينا بالأمن، عيد علينا هذا العيد بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إن شاء الله، ورب العالمين ينصر المسلمين في مغارب في مشارق الغربي ومغاربها إن شاء الله. شكرا شيخ. إن شاء الله. الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أول ما قبل كل شيء نبارك لشعبنا الجزائري هذا العيد المبارك إن شاء الله، وكذلك لأمتنا الإسلامية جمعاء، فنقول له عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وطبتم وطبم شكون تبوأتم من الجنة مقاعدة إن شاء الله. أسأل الله في هذا العيد المبارك أن يرفع على أمتنا الإسلامية هذا الوباء وعلى الإنسانية جمعاء، وأسأل الله أن يعيد علينا رمضان هذا رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك علينا، أن يعيده علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله، وأن يعيده علينا بالأمن والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ورضاه. ونسأل الله أن يبارك لنا في هذا الشهر ألا وهو شهر شوال، أن نسأله من خيره هذا الشهر، ونعوذ به من شر هذا الشهر هذا، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ورضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيدكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله، والله يستر إخواننا الفلسطينيين إن شاء الله. السلام عليكم.